دكتورة حنان نصر رئيس مهرجان السياحة العربية ورئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا. سعيدة النهارده إني موجودة في تظاهرة ملكة جمال العرب تونس 2018 2019 والبنت المختارة الملكة هي اللي هتشارك في مسابقة ملكة جمال العرب الختامية من 22 دولة عربية اللي هتقام في الجزائر يوم 25 يناير بإذن الله. مميزات الدورة هذه الاهتمام جميل في الدوره دي بالفتاه العربيه بالمراه العربيه بالمراه الريفيه في تونس شعار نهائي للتسابق القدس عربيه يعني في اهتمامات كتيره على مدار المحطات الخاصه بالمسابقه كل دوله عربيه بتختار شعار في الجزائر كانت مختارة جزائرية وأفتخر كانت لبنان مختارة أنا لبنان كل دولة عربية بتختار الشعار اللي يتناسب مع يعني المتغيرات اللي موجودة عندها في المجتمع بعد ميسا بورد تونس فين بشتتجه في عندنا محطة في العراق ثم النهائي هيكون في الجزائر. عندنا كمان ملكه جمال العرب اوروبا دي ان شاء الله هتكون بعد الجزائر هتكون في من المتسابقات الجاليه العربيه المقيمه في اوروبا وتقام في روما ان شاء الله اسمي فيز زين عمري 24 سنه نقرا بكليه الحقوق والعلوم السياسيه بتونس ثانيه ماجستير علوم جنائيه اصلي من حمامات انا كنت الفيزا باللقب نتاع ملكه جمال العرب بتونس كانت لي اكسبيريونسي عرفت اصحاب جدد و... وتعلمت برشا حاجات والحمد لله وان شاء الله هن... نمثل بلادي ونمثل المراه التونسيه ونعطي ليماج صحيحه للمراه التونسيه خاطر المراه التونسيه مش جميل اكهو المراه التونسيه ثقافه وحضاره و... واصاله نور بويدة رئيس مهرجان السياحة العربية لاختيار ملكة جمال العالم العربي تونس الدورة هذه هي الدورة الثالثة العام الأولاني كانت معنا سهير الغضاب اللي تحصلت على لقب ملكة جمال العالم العربي الدورة الثانية كانت معنا ياسمين غازي والدورة هذه معنا زياني وميزة الدورة هذه دورة الاختلاف في الدورة هذه مستوى البنات اللي جات السنة بالحق المستوى كان عالي وانا نقول اليوم كان المستوى عليه متاع المسابقة ومتاع المتسابقات هي الثقة اللي اكتسبوها الاولياء او المتسابقات في المهرجان متاعنا هل كانت عندكم صعوبات شوية في التنظيم فما؟ شو بالنسبة للتنظيم احنا خلية صغيرة لكن ما شاء الله يعني تنظيمنا دقيق ودقيق جدا الخلية خلية نسائية باستحقاق لكن ما شاء الله عليهم كل واحدة شادة بلاصتها وتخدم على روحها وقمنا بالواجب الكل الصعوبات اللي صارت هي صعوبات مالية اللي تصير في البلايس الكل الصعوبات الاقتصادية اللي موجودة وهذا ما ننكرهوش لكن اليوم لي متاعنا دي ما عندهم في الثقة فينا حاولوا يعملونا بلي نجموه احنا ما مؤثر بحية ما نربحوش فلوس المهرجان متاعنا ما من ندخلوش منه فلوس اولا ثانيا ما نبيعوش تسكر الكل دعوات متاعنا والصحافة والناس اللي عاونتنا وقفت معنا على هذاك ما لوجوش على برشا فلوس اليوم نقول حتى غياب الدولة اللي ما وقفتش معنا ما يسالش قررت السنة كما قلت في المؤتمر الصحفي راني مانيش باش نشكي راني مانيش باش نقول لا الثقافة ما عاونتنيش لا السياحة ما عاونتنيش أنا بيدي اليوم ما حطيتش دوسي يعني صراحة ما حطيتش دوسي خاطر زايد نحط في دوسي اليوم نصور الدولة عندها اهتمامات أكبر وأكبر من هذا احنا اليوم في القطاع الخاص نجم نعملوا على أرواحنا ما كان البريفي اللي مع بعضنا نلموا بعضنا ونعملوا حاجة كما اليوم وصلنا عملناها والحمد لله يا رب شعاركم المرأة ريفية سنة شعارنا المرأة الريفية، أنا عم ناور اخترت شعار العنف ضد المرأة، لكن اكتشفت العنف ضد المرأة هو عنوان كبير، لكن تحته برشا عنف، تحته برشا مواضيع أخرى. اخترت سنين العنف ضد المرأة ضد المرأة الريفية، لقيت أنه الظروف الاقتصادية تخلي المرأة الريفية تتعرض إلى عنف، تتعرض إلى عنف اقتصادي، تتعرض إلى عنف تهميش. اليوم اخترت العنوان المرأة الريفية بين التثمين والتهميش، تثمين دورها كمرأة ريفية اللي تخدم وتتعب وتقوم الصباح باش توصل تاخذك الاجر الزهيد هذاك الكل و... وتهميش الدور هذايا اللي اليوم الدوله ماهيش مسلطه عليها هذا اليوم المراه الريفيه تركب في نقل الموت باش تمشي تخدم تتعب تخلي ولادها راقدين صغارها راقدين راجلها راقد وتمشي تخدم على روحها ترجع كيف كيف باش تطيب وباش تلهي بولادها اليوم المراه الريفيه منسيه بالحق اليوم نحكي على حقوق المراه بالحق حقوق المراه حاجه مزيانه لازمنا نحكي عليها لازم لكن لازمنا نسلطوا الضوء على دور المراه الريفيه اللي هو بالنسبه لي مهم ومهم جدا هي جزء منها في الاخر هي صوره للمراه التونسيه أه صوره ما اليوم تنجم تكون ملكه جمال العالم العربي من اي منطقه من المناطق التونسيه ما نحبوش تطلع امراه طيبه ولا مقوره نحبوها تبدا مؤمنه بحقوقها وحقوقها هذايا واجب علينا نايس الكل نعيش ميرسي